أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامج المسائية والفقرة الخاصة التي تأتيكم كل أسبوع. ألو دكتور، مع أسماء زرمان. إذا ألو دكتور ألو أسماء، أهلا بك أسماء إلى هذه الفقرة، تتناول كل ما هو صحي ويشغل بال الجزائري، إرشادات ونصائح بالجملة في هذه الفقرة. نعم زميلي، مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأنا أحب أيضا بدكتور الفقرة المختص في الصحة العمومية الدكتور فتحي بن أشنهم. مساء الخير دكتور. أهلا ومرحبا بيا عندكم. اهلا بك دكتور. اهلا بك دكتور. زميلي رؤوف، الظاهره خطيره جدا فعلت فعلتها في بنات المغرب، اليوم تتسلل الى الاسواق الجزائريه وهي اقراص الدردق او اعشاب تستعمل للتسمين التي تستعمل في زياده الوزن وتكبير مناطق معينه من الجسم بطريقه غير طبيعيه، يظهر مفعولها في وقت وجيز مقابل اموال كبيره على حساب صحة المواطنين. تعرف هذه الحبوب إقبالا وتهافتا كبيرين بأسواق المدن المغربية من قبل النساء والفتيات المراهقات على اقتنائها بأسعار باهظة. الجديد والخطير هو أنها بدأت تسوق في الجزائر على صفحات الفيسبوك وفي مجموعات لاقتناء الأكسسوارات. وجدنا صورا لمنتوجات تستعمل للتسمين. حسب دكاترة ومختصين أن بعض من هذا السم الذي هو مبحثنا اليوم في فقرة ألو دكتور، السم تتداوله النساء والبنات بشكل كبيرين وخفية أحيانا يستعمل في بعض البلدان الغربية مثل إسبانيا، وهو الشيء الخطير، وهو مخصص للماشية لتسمين الماشية. دكتور، لو نبدأ، المشاكل الصحية تبقى واردة بالنسبة أيضا مثل ما تطرقنا في الأسبوع الماضي إلى الحمية القاسية، ممن يحب تسمين جسمه أيضا في مخاطر صحية، كيف ذلك دكتور؟ خصوصا أن هذه الحبوب تستعمل لتسمين الماشية، وشفنا في العيد عيد الأضحى شفنا فضيحة استعمال حبوب الدردق لتسمين الماشية، شفنا كيف أصبحت اللحوم خضراء. إذا أصبحت لحوم الماشية خضراء بعد ذبحها، بعد أسبوع من ذبحها، كيف سيصبح جسم الفرد؟ شوفي، مسلسل الفضائح ولا مراقبة والاستعراض صحة الجزائريين، مازال كل نهار يجيب كما يقولوا بالدرجة بركته. أولا هذايا ضعف وفراغ، أنا نقول فراغ تاع التربية الصحية وتنبيه المواطنين. ماناش الصحة العمومية تاعنا ماهيش قايمة في الميدان لتربية صحية تنبه. هذه راكو تشوفوا هنا في الشاشة لا ديكزاميتازون، هذه ماهيش حاجة مدهشة، هذه رغم العلبة ذهبة والكتيبة وكلش راهم كاتبين ديكزاميتازون، هذه ما هو إلا نوع في منتوجات متنوعة. لا ديكزاميتازون سيدي كورتيكويد. هذه الحكاية تاع لي كورتيكويد قديمة موجودة في الولايات، دائما يقول لك لي كورتيكويد يسمنوا. هذا بالشعوذة تاعنا يسمنوا، هما ما يسمنوا ما والو، راهم يحطموا الكلى، راهم يجيبوا مرض السكري، وراهم يرتفعوا الضغط الدموي. وعلاه يسمنوا؟ لان هذا المواد الكورتيكويد يحجزوا الماء تاع الدات، يحجزوا لهذا حشان واحد ينفع. ولكن وتاثير كيميائي على جسم الانسان. شوف، كل ماده اللي تدخل، هاني ندخل لك كاع في واش راكي تورينا هذو، كل مام العشبة مادة كيميائية يجمعها، ماشي كثر العشبة، يقولوا لها فيها مادة كيميائية طبيعية بالفرنساوية يقول لك برينسيب اكتيف، يعني كل حاجة على سطح الأرض كاين مواد كيميائية.
لما تدخل المواد كيميائيه ذاتنا راهي معمل تاع الهرمونات تاع الانزيمات. هنا فقط دكتور تسمح لي، التاثير يكون على الهرمونات ام على عضو معين هو اللي يفز الدهون وبالتالي تتكدس ويسمن الشخص؟ هنا راكي تمثلي لي الله يحفظ كاع المؤمنين، نهار اللي ديري حادث مرور يتكسر لك يدك ولا يتكسر لك راسك ولا تترتق لك عضو، هذه مادة كيميائية راهي كي تدخل صدقوني راهي يدير ثورة في ذاتنا، لأن المواد الكيميائية بفضل الله بالهرمونات والأنزيمات ولكن بشكل متوازن في الجسم، وخلقناكم في أحسن تقويم يعني كميات. هو يدخل بالفرنسوية يقول لك بيرتورباتور هرمونو يعني تدبدب هرموني، اضطراب هرموني يعطيك الجهاز الهرموني تاعنا يعني بالدقة كيف يطلق كيف نعرفوا دكتور كي دخلي مواد كيميائية راك إذا درتي فوضى دخلتي قنبلة قنبلة لذاتك. لما يتأثر الجهاز الهرموني في أمراض خطيرة مثل السرطان ممكن تنشط في أي لحظة. نعطيو سرطان ثدي الله يحفظ كاع المؤمنين، سرطان ثدي عنده علاقة مباشرة بالهرمونات لأن المرأة راهي معمل تاع الهرمونات خاصة. السرطان عنده ارتباط متين في التذبذب في الهرمونات. هو راكي تزيدي له يعني تزيدي كيما يقولوا الماء للبحر ولا ما يشعر، راكي تزيدي توقعي لنا يعني قنبله تدخلي هذا بمثابه تصب الزيت على النار. تصب الزيت على النار، وانا ما يهمنيش هذو الاشكاليه مش في المعلومات العلميه، المعلومات العلميه اي واحد يروح في انترنت ينجم يوصل واش يدير لا ديكزاميتازون لي كورتيكويد واش يديروا في ذات الانسان. نشوفوا هنا كيفاش يتسوق هذه المنتوجات على صفحات الفيسبوك. اسمحي لي، المشكل ماهيش المعلومات العلميه، المشكل كيفاه مازال في المجتمع تاعنا هذا الفوضى من هبه ودبه، واحد يجيب دواء الاخر يجيب، وين رانا رايحين؟ وين رانا رايحين دكتور؟ ربما بعد ما كان في وقت سابق انه مرتبط هذه الامور وتناول هذه المحفزات الهرمونيه مختصه فقط في فئه رياضيين خصوصا لدى فئه كمال الاجسام ممارسي كمال الاجسام، اليوم مشكل كبير لانه في هذه الحاله النساء سيكون مهددات باعتبار انه المراه هي النشاط هرموني اكثر من الرجل. نعطيك وهذه القضية قديمة، يعني قديمة والأمور راهي تتراكم وراهي تولي خطيرة. في الولاية من الولايات الجزائر تحكي لي واحدة الزميلة طبيبة مختصة في العلاج النساء موجود في الحمام. احنا عندنا عادة تاعنا يقول لك المرأة لازم تكون معمرة، ما نقولوش سمينة، لازم تكون معمرة. قال لك في الحمام ينبع هاد لي كورتيكويد. تسمن في سرعة وهذا مش صحيح. سرعة المرأة تنتفخ تولي ومن بعد تولي في مشاكل. اسمح لي دكتور نستقبل اتصال من مليانة، فاتن من مليانة، مساء الخير فاتن. فاتن أنت على المباشر من فضلك نقصينا صوت التلفاز. السلام عليكم. وعليكم السلام، عندك سؤال فيما يخص موضوع العدد؟ نعم تفضلي او يسمع فيك الدكتور فاتن. شوفي انا نهضر معك بخير دكتور. اخير مرحبا بك. يسلمك مرحبا بك تتانيك عندنا. دكتور حبيت نسقسيك، انا كان عندي الوزن تاعي كنت صغيرة من 16 حتى 30 كان عندي 72 جامي بوجا. شحال الطول؟ الطول ديالي 1.65 نعم 1.65. تفضلي 165. ايه الوغ من بعد كان عندي الهدف تاعي هكذا كنت بيحن في الدوماتو ابخي من بعد ابخي لي 40 تاع هكذا بديت نزيد شويه باسكو كان عندي حساسيه وكانوا يعطوني الكورتيكويد هذا بني بدا كينفخوا ليا بزاف وليت ماشي كاع منضبطه مع الجسم ديالي. كنت نزيد وكاع لحقت حتى ل 100 كاع لي مويه باش نشيان ما قدرتش ندير والو كاين كيما ناكل شنو ندير ريجي من الحق السكر يحبط لي عندي بروبليم تاع السكر يحبط لي. والله يا دكتور تنصح لي ندخل لي باش ندير غير كيما نقول لك تحكي فيا هذه هي راني شوف لي عندي ديالي تاع الميزان هذا بون نقدر نمشي نقدر نمشي نقدر الاخر مي ما رانيش مليحه. المشكل ديالي هو هذا البدنه تاعي اللي راهي جاتني
ما عرفت واش ندير، ما شفتش الدكتور تغذيه. عندك زراري؟ عندك زراري؟ شحال من خطره حملتي؟ نعم. شحال من خطره حملتي؟ خمس خطرات. عندك خل... الله. بنتي الاخرانيه عندها ديزبي. الله يبارك ان شاء الله فيها الكفايه البركه، راهي عندك البركه الحمد لله. عندي سي كونتون، دونك عندي سي كونتون. الله يبارك، الله يطول عمرك. فاتت نولت هذه الحبوب اللي فيها الكورتيكويد فيك باباك. شوفي وسمانت انايا الاسئله هذه نقول هكا طبيب انا بنا شنو فتحي، هذا النظام الصحي اللي راهم يناقشوه لازم يناقشوه ينتلقوا من هذه الاسئله تاع القاعده تاع المواطنين، لازم من هذه الاسئله ينتلقوا. شوفوا شاي تسقسي، هذه صابت روحها رغم صابت روحها وحدها رغم نظام صحي جزائري نفتخروا به. حاجه نظام صحي سيستم، يعني سيستم ما لخصوش للمستشفى بكاين مشاكل في المستشفيات، يعني كل نظام صحي ماشي مليح. لا، اني نهضر على خاطي هو نوع من الهرم، نهضر على القاعده الوحدات القاعديه اللي هي المهمه تاعها التربيه الصحيه، يجاوبوا على ناس كيما هذو. ثانيا الوقايه هذه شوف راه موزعوا الكورتيكويد، رغم شوفي الجهل اللي وصلنا فيه في الطب، رغم اللي الكورتيكويد من احسن ادواء علاج، من احسن علاج، ولكن عنده خصوصياته، شحال من نهار تشربوا، واش من المرض، لازم يعني معايير تحترم. شوف كيفاه زلقنا وولت حاجه منطقيه، كانت في عشوائيه في الاستعمال، زلقنا ولينا نداوي وزاد السمانه ونداوي. شوفي انت توصل الاخت بعد 20 سنه. ايه بعد الاخت لازمك اولا عندها اهميه تروحي ديري فحص طبي، اولا لقلبك، ثانيا للكلى، الكلى تاعك واش من الحاله راهم فيها، تتبعي هذه عندها اهميه، تتبعي الضغط الدموي تاعك تراقبيه، تبداي مسوس خبز مسوس وتروحي تجوزي فحص طبي في الطب الداخلي او ميديسين انتر، ما تقعديش في الوضعيه اللي راكي فيها. قلت لك قلبك، الكلى، الضغط الدموي، ومراقبة، ديري التحاليل. ولم تفلح حتى ربما محاولاتها للتنحيف. ايه نعم. نتوجهوا الان الى تيزي وزو، استقبل نستقبلوا اتصال اخر. صافا من تيزي وزو، مساء الخير. صافا صافا هل انت تفضلي؟ صافا عندك سؤال فيما يخص موضوع العدد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت نسقسي يا دكتور. تفضلي صافا، بسمح لي. احنا حلينا هذا الفضاء. نعم. انا نسيت شويه، درت خلطه من كونا من بورسويا وحبت الكثيره العزيز، درتها ما عرفتش اسك مليحه ولا لا. من فضلك صافا عاودي لنا فقط واش استعملتي. درت خلطه متكونه من بورسويا. نعم الخلطه اللي نتكلم عليها. نعم حب العزيز. هل زدتي في الوزن تاعك الفتره اللي زدتي فيها في الوزن؟ زدت شويه. اكت تسالي طبيب هل هي صحيه ام لا؟ واسكم ماهيش ما عندهاش خطر على الغده الدرقيه. نعم تقولي لنا فقط الخلطه، خاطش في عده خلطات، الخلطه اللي استعملتيها انت والمكونات تاعها فقط واش فيها؟ عندها الفول صويا. عندها حب العزيز. نعم وعندها ما عليش لحظة، استعملتي فيها أدوية لفتح الشهية؟ كيف؟ أدوية لفتح الشهية باش تفتحي الشهية تاعك، أدوية درتي الدواء فيها؟ وراني نشرب فلابيتي. أوكي كومبريمي. شكرا لك سارة. شكرا. تفضل دكتور، هاي تشرب في الأدوية باش تفتح الشهية تاعها واستعملت خلطة من هذه الخلطات في بعض المكونات تاع الدخول تاعها. نعم نقولها شكرا على السؤال تاعها، والله غير الأسئلة
مثالية، لازم الأطباء اللي راهم في الكلية التكوين يسمعوا والله العظيم هذا الأسئلة، ياخذوهم كقاعدة في الامتحانات وفي العرب. أولا هذه هضرت على خلطة، أنا ما نجاوبش الخلاط، خلطة تخلطت ما كان واحد قلت لك سورية ولا مانيش عارف، أنا ما نجاوبش، مانيش عقاقري، راني طبيب، هذو نرفضهم تماما. باركونت نعطيها معلومات يا نساء وما من الرجال، الآن الوزن ما عنده حتى معنى، الوزن وحده ما عنده حتى معنى، راهي معطاية علمية جديدة تقول نخلطوا ما بين هنا تخليطة فيها الفائدة، نخلطوا ما بين الوزن والطول تاع الإنسان، يسميوها ليامسي لانديس دو ماس كوربورال، هو مؤشر الحجم الجسدي. هذه تروحوا الانترنت تديروها في جوجل تصيبوا وتشوفوا روحتكم. أختكم الخلاط هي الوزن على طول المربع ربما دكتور. كيف؟ الوزن تقسيم طول المربع. هي تقسيم يخرج النتيجة تخرج نسبة مئوية. نعم. على حسب النسبة المئوية لازم تكون ما تكونش قل من 22 وما تكونش فوق 27. نعم. يعني هو الطبيب هو اللي يقيم. وخليكم هذه الخلطات ما تخلطوهاش يا حمبابك. نعم. نستقبل اتصال من بوفاريك. عائشة مساء الخير. عائشة مساء النور عليكم. حبيت نسقسي شخصي برك، انا شربت هادو مع دوما الحبوب هادو مال الدواء عاديه مسمينه هديه سريعه، شربتها شربت اربع مرات فريمون سمتني. نعم. صح من بعدها مرت بليباتيت. ليباتيت انا ما عرفتش اسكو ليباتيت هادو ما منها هي باسكو داويتو كامل عند الطب صح ما قالوليش اكزاكت بلي من هاد الدواء، فورتون قلت لهم بلي شربت هذه المسمنه. هاد الحبوب اللي شربتيها عائشه داومت عليها لفتره طويله شربتيها؟ ايه شربتها صافي كات مو هكذاك بعضها. وكيف نعم. وصلتي ليها يا حبابك؟ شكون هذه اللي ولدت لك هذا الطريق؟ شكون؟ كيف عرفتيهم؟ من بزاف ناس بنات حبيباتي على صفحات التواصل الاجتماعي مثل ما وجدنا حبوب الدبتك. اوكي الله يبارك ربي يشد لك. راك تشوف والله العظيم كل اسئله راهي تبين لنا الجرح. أنا مانيش فاهم من المسؤولين الآن علاه ما يتطرقوش لهذه الجرح. قال لك البنات الساحة رغم الملايير بدون مراقبة، رغم الملايير اللي الدولة على طريق وزارة الصحة رانا نخسروها، رغم الهياكل اللي موجودين. نقول لك مثلا كاين مصلحة الطب الوقائي لسيماب، شوف هذه تقول لك البنات يعني قالوا القول راهي. هل الليباتيت فقط تسمح لي دكتور من هذا المنتوجات؟ شوفي يقدر يحكمها كل مادة اللي تدخل في ذاتنا، التمر ملزومة أي مادة تمر على الكبد، الكبد هو اللي يصفي. كاين الأدوية الكيميائية راهم يحرقوا الخلايا تاع الكبد وممكن فيها بوسفاير. نعم. يعني نقول ممكن لازمك تروحي، كاين تحاليل بينونا الوضعية تاع هذه قالت لنا بوسفاير، هل بالك بوسفاير؟ هل درتي تحاليل؟ وليباتيت يا جماعة خطيرة، كاين الألف الباء والسين، ليباتيت سي نوع من السرطان، لازم تأكدي بالتحاليل وعند الطب الداخلي وتيزي وزو. هذه ماناش في الاخر، انا في تيزي وزو في تيزي وزو. هذه من بوفاريك الاخيره، بوفاريك عندهم احسن مستشفى وعندهم احسن اطباء. روحي شوفي الوضعيه تاع الكبد تاعك، اذا فعلا كاين إيباتيت لازم التكفل بها في أقرب وقت. نعم. وهذه الحالة، في هذه الحالة دكتور حتى نكونوا واضحين ومباشرين، هل من الممكن أن تؤثر هذه الأدوية المسمنة مباشرة على الكبد؟ تقدر هي تسبب الإيباتيت؟ شوف ما كاش سبب، كاين أسباب متعددة صحيح، ولكن تكون لعبت دور. أنا نظن خاطي مانيش نطالع على الملف راني نعطي تلعب الدور، لأن مادة كيميائية سيدي كورتيكويد يكونوا أثروا على العمل. نعم. والمهمة تاع الكبد، لأن كل شيء يفوت لنا أي حاجة تدخل الدور على الكبد وتمر على الكلى. كيما يدخل الجسم دكتور وهو كيميائي هو سم بالنسبه لي. انا والله العظيم ما تهمنيش هذا الاخر. شوفي الفراغ الخطير في التربيه الصحيه اللي راه موجود. صح. انا هذه اللي قلبي راه ينحرق، الفراغ الكبد، الفراغ الكبير. نستقبل اتصال عفوا من عين تيموشنت منال. لا سيده منى، السيده منى. منى مرحبا بك. كيفكم اختي لاباس؟ لاباس الحمد لله. منى عندك سؤال؟ سي بوسيبل نحكي مع الدكتور؟ تفضلي ويسمع فيك دكتور.
دكتور واش راكم؟ الحمد لله انا نفرح كي تكونوا تطرحوا الاسئله. والله لا اسئله الله يعينك استاذ. الله يعينك. تفضلي تفضلي. الله يخليك. عندي سؤالين سي بوسيبل نحكيهم لك وتجاوبني عليهم. احكي احكي. شغل المغرب هذه شغل. شوف دكتور، راه عندي ولدي عنده نيمون ابخي نيمون 9 سنوات 23، بصح خلاص ما ياكلش والو. شريت له السير ولابيتي، راه زعما نهار اللي يشربه راه ياكل، ونهار اللي ما يشربش ما ياكلوش خلاص والو والو والو. وعندي السؤال الثاني، اختي عندها الطول تاعها 1.74 متر، بصح هي ثاني ما تاكلش، عندها لابيتي ما تاكل والو. رايو ليها داون يا موديل لها في لا براتيكي لو سبور ثاني لق تاكل العقده كيما راك تقول خلطتها ايتون، بصح ما دارتهاش. قالوا لها ثاني لق تشري واحد لهذا السيرو تاع لابيتي باش تنامي شويه الخطره كي شاينه بزاف. اي انت تروفي دي غون دان اوبستاكل اون سي با كوا فير. نعم زميلة أوفل تقف عند مباشر. نعم سنعود للسيدة منى للإجابة عليها. دكتور نعتذر لأن هناك متابعة مباشرة الآن من مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بعد تعذر اللقاء والذي كان مقررا ما بين ممثلين عن الأطباء المقيمين الذين قرروا وقف المناوبات بالاستعجالات والمستشفيات، وبين ممثلي وزارة الصحة. هناك توضيح للمكلف بالإعلام، نتابع على الهواء مباشرة. بنفس الشكل اللي وجهنا به دعوات اللي من قبل. كنا في الطابق الرابع مع معالي الوزير اللي كان من المفروض هو يترأس الاجتماع بحضور أمين عام وزارة الصحة، أمين عام وزارة التعليم العالي، وإطارات أخرى، المفتش العام، عميد كلية الطب بالجزائر العاصمة. لكن مع الأسف في آخر لحظة وصلنا بلاغ من عند ممثلي الأطباء المقيمين مفاده أنهم يرفضون المجيء. احنا نتأسف لهذا الموقف، نؤكد على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة، هي قناعة منا، ولكن من جهة ثانية وردا على السؤال اللي مازال ما طرحتهش فيما يخص الإضراب عن المناوبة ابتداء من يوم 29، تم تفعيل كل الإجراءات الإدارية لضمان المناوبة من طرف كل الأسلاك المعنية، ونحن عازمون على تطبيق التنظيم والقانون بحذافره فيما يخص إجبارية ضمان الأمن الصحي للمواطن. شكرا. يعني لا نسهروا ما نفصلهاش، نسهروا فقط على توفير كل الشروط التي تضمن راحة أمن وسلامة المواطن فيما يخص التكفل بخاصة بالاستعجالات. لا لم نتلقى أسباب الرفض. نقول أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة ولكن نتأسف. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا كان هذا النقل المباشر من طرف والتدخل من طرف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بالقسام، الذي أعلن رفض ممثلي الأطباء المقيمين الحضور لاجتماع دعت إليه وزارة الصحة للحوار بخصوص إعلان الأطباء المقيمين وقفهم لكافة المناوبات على مستوى المصالح الاستعجالات وأيضا المستشفيات بصفة عامة. إلى غاية الساعة حتى نكون واضحين، كان هناك إشارة من طرف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة بالتكفل الجزئي لملء وسد الفراغ المرتقب في مصالح الاستعجالات بعد رفض العمل من طرف الأطباء المقيمين، إلى غاية ربما استمرار وفتح الحوار مرة أخرى للوقوف عند هذا المشكل ووقف هذا المشكل العويس. دكتور فتحي بن أشنو،
ربما لن نغوص كثيرا في هذا الموضوع، خلينا على الأقل ليكون بأمانة ونرد على أسئلة المتصلة. سيدة منال، كانت تحدثت عن مشكلة ابن هذه 9 سنوات فاقد للشهية، يوم يأخذ المشروب الخاص بتحفيز الشهية يأكل مليح، عندما لا يشرب لا يأكل. مشكل كبير، هذا مشكل كبير فعلا. أولا نعاود نثبت لازمنا تربية صحية فعالية في الميدان، مش شعار. الصحة الجوارية ما لازمهاش تقعد شعار، لازم هذه أم لازم. وعندنا واسمهم أماكن صحية قاعدية، كاين بسيكولوج خالص، كاين حماية الأمومة والطفولة خالص، لازم التكفل. الاستشارة غير متوفرة اليوم للجزائريين، هي اللي تخليهم يروحوا للمشاكل كما هذه. يعطيك الصحة. أنا يا قال لك رفع القلم على واحد اللي مريض، رفع لعمة وش حوس يا لعمة، قال له نسحق الضوء. الضور أنا ماناش قايمين، رغم الأموال ورغم الآخر ماناش قايمين. لازم التغير عميق تاع الصحة، ماشي القوانين واللجن يجتمعوا ولا مانيش عارف، لا خذينا طريق. وبفضل عاود نقول النظام الصحي لما نلخصوش للمستشفى، نهضر النظام الصحي الجانب القاعدي سيستم. لماذا نهضروا سيستم كله نلخصوه غير في المستشفى؟ هذه واش كاين؟ الوحدات الصحية القاعدية لازم تتكفل. ياك عندنا نقولوا لها الصحة الجوارية، ها هو الأسئلة الصحة الجوارية. لازم نفهموا هذا الأم باللي الأطفال صغار، وكل الأمهات الطفل الصغار ولا الطفل ولا البنت ما يعرفش أهمية الأكل. لازم تأكل بتصيب روحك، هذه معروفة مدة عشرات سنين، هو لعبة الأكل، هو لعبة. لازم يكون الدراري معاه، لازم نديروا تجارب، لازم نشوفوا هذا الطفل، لازم نشوفوا علاقة ما بين هذا الطفل والأم تاعه، يعني سيديكا لازم هذه. أنا ندهش لما نروحوا الأوروبا، كاين اللي داو ولادهم أوروبا وقع كيف يلتهوا بيك، كيف يلتهوا بالأم، كيف هي يستقبلوك في مكان ويهضروا معك. هذه احنا نجمو نديروها لان عندنا الصحة الجوارية، ولا مكان ما لازمهاش تقعد شعار اداري، لازم شعار تطبيقي. ولكن اليوم المشكلة عندنا هذه هي الاتصالات، تلخص هذا الامر سيدة من تيسيم سيلت. لو كان وجدت الإجابة على مستوى مصالح الصحة الجوارية، ما تكونش مضطرة انها تتصل اليوم بالدكتور فتحي بن هاشم، هو تطلب منه التوضيحات. اليوم ماذا عليها أن تفعل؟ اليوم رأى عندها مشكل، وليدها فاقد للشهية ما يكونش 9 سنوات إلا بالمشروب، ثم لا تحبس المشروب السيروات ما يديرش حل. هذا ندهش يشرب السيرو جيه لابيتي الشهية، بيشربوش هذه فيها نوع من بلك عنده مشكل نفسي. يعطيك صحة، لازم نطلعه. مدام تقدمي للبولي كلينيك تاع حومتك، ماهوش المستشفى، خليونا المستشفى. هي يقولوا الاختصاصيين المهنيين يقول لك إذا حالة تلحق للمستشفى لأن فشلت في التكفل. المستشفى آخر حلقة، هاي الطب العصري، الطب اليوم يدور في الدول المتقدمة. حبسي هذا السيروات. ثانيا روحي البولي كلينيك، خوضي أولا تقييم في المصلحة تاع حماية الأمومة والطفولة، نديروا تقييم تاع الوضعية الصحية تاع وليدك. كاين اللي تصيبية كل شوية والآخر، ولكن جايب روحو على حسب معايير تاع الوزن تاع الطول كيفاه راهو النوم تاعو. لازم معايير علمية موجودة في حماية الأمومة والطفولة. ادي معاك هذاك الدفتر الكارني الأزرق تاع الصحة، هاي كيفاه، وحوسي بسيكولوج وحبسينا هذه السيروات. دكتور، لو أنه خارج موضوع العدد، في سيدة متصلة تكلمتنا منذ قليل فقط، قالت لك الابن تاعها شرب دواء كلاموكسين ونضت له الحساسية، احمرار وحبوب. اولا انا ما نجمش نعالج هكا. اولا شكون عطاه له هذا اللاموكسيلين؟ سي ان انتيبيوتيك، كلاموكسين. ثانيا هل الطبيب سالك اذا عنده حساسيه ولا لا؟ راك تشوفي الملف واش نجم. هما كل ماده انتيبيوتيك ولا سميها واش حبيتي ولا اللي جات تعطي حساسيه،
تنجم تعطي. قلت لك نعم. ان ماده كيميائيه يستقبلها القلب الذات ينجم يرفضها نعم. بطريقه الالرجي وكلش. وحنا مشكلها هي التربيه الصحيه. نطلب انا مده سنوات رغم اللي عندنا المركز الوطني تاع تقييم الادويه ماشي المخبر المركز السي ان بي ام تابع لوزاره الصحه. هذا السي ام بي ام هو مختص في هذه الادويه. وين تسكن هذه المراه؟ نعم دكتور نستقبلوا اتصال من ورقله. من ورقله هذه؟ لا لا عندنا اتصال خاطر كاين واحد الوثيقه تتعمر توصف هذه الادويه تعطي عينه لهذا المركز وكذا ويقيموا الاخر. ردوا بالكم ردوا بالكم من الحساسيه بالادويه. هاو مشكل لازم برنامج وطني للتربيه الصحيه في استهلاك الادويه اللي راهي فوضت الفوضى. نعم عندنا تقرير بعد قليل للزميل توفيق زعوري عن الملتقى الوطني الصحي الاول للطب البديل كان في عنابه. الان نستقبل اتصال من اقصى الجنوب من ورقلة. مساء الخير. انقطع الاتصال. إذا نمر إلى التقرير. شدد أطباء ومختصون في الصحة على ضرورة تنظيم ما يعرف بشعبة الطب البديل في ظل الفوضى الذي يشهدها هذا النشاط. نشاهد. ما يربو عن 70% من المرضى الجزائريين يتعاملون بالطب البديل، وثلث السياح نحو الخارج يبحثون عن علاج تكميلي. إحصائيات تثبت مدى ترسخ هذا النشاط لدى الجزائريين وأهميته في علاج كثير الأمراض. والأمراض المزمنة نسبة كبيرة منها فيها علاج من عن طريق الطب البديل، فلماذا لا نستفيد من هذا؟ وكما سمعتم يعني مدير كلية طبية يقول أن في بعض العلاجات مثلا حتى العرق الناسا أو مثلا الانزلاق الغضروفي فيه علاج في الطب البديل أفضل من العلاج، لأنه في العلاج العادي لا يوجد له علاج، مجرد مهدئات ومزيلات آلام يعني. هذا لا ينفي وجود ممارسات شعبية، ممارسات تراثية خاصة بكل أمة من الأمم، ليس خاص بالمجتمع الجزائري ولا المجتمع المغاربي ولا المجتمع العربي ولا، فهناك في الصين في كل العالم في أمريكا اللاتينية في هناك ممارسات طبية خارج نسق الطب الحديث. فعلا الجزائر مازال بالعكس هناك إقبال، ولكن يظهر لي كذلك الجانب التجاري طغى بزاف اللي خلى هذا الحاجة أو الإعلام اللي خلى الحاجة لعلها هي حاجة حقيقية أو حاجة مصطنعة. لعل ذلك. في ظل الفوضى التي تعيشها أسواق الأعشاب الطبية وانتشارها بشكل عشوائي وأمام مخاوف التضليل وسوء استعمال هذا النشاط، رفع أخصائيون من أجل تنظيم هذه الشعبة وإدراجها في إطار قانوني. ما يطلب الآن من الجهات الطبية وعمادة الأطباء وغيرها أن تفتح باب للممارسة ممارسة الطب البديل أو لاميتسين دوس كما يعرف في بعض الجهات للتحقق من نتائجها، وبالتالي إجراء تكوين لمن يهمه الأمر من الأطباء أن يمارس هذا الشاكلة من الطب. لازم تكون ريغلومونتاسيون ادابتي دون سو سونس لا، وين يكون معترف بهم من الهيئات الطبية ولا الهيئات العلمية، ويكون عندهم بلاصتهم. نشوفوا باريكزومبل البلدان بحدنا مجاورة كيما المالي عاملة ان انستيتيو دو لا ميديسين تراديسيونال، ولا في بالك بلدان شوية كيما يقولوا متقدمة كيما لا هولندا. نقترح أن تكون هناك هيئة رقابية، وتكون هناك واينوت أنها تكون هناك يعني كلية لتقنن أو تدرب هذا الجانب من الأعشاب أو الطب الصيني أو الإبر الصينية أو الحجامة. عدم كفاية العلاج أو الطب التقليدي لتلبية كل احتياجات المرضى يدفع لإعادة التفكير في الاستفادة من وسائل بديلة التي أضحت أكثر من ضرورة، حتى يكون الطب البديل طب تكميلي بلا مخاطر وبدون تضليل.
الزميل توفيق زعوي مشكور على هذا التقرير، تكلم قال حتى يكون الطب البديل تكميلي وبدون مشاكل وبدون مخاطر. دكتور، هل إدراج شعبة الطب البديل في إطار قانوني هذا كفيل باش يحمي ربما المراهقات والمراهقين اللي توجهوا لهكذا مواقع للتواصل الاجتماعي حتى الكبار اليوم؟ مشكلة العلم نور، ولكن العلم عنده المعايير والمقاييس وأحكامه العلم. ثانيا لازم نرد بالنا في استعمال بعض الألفاظ. نعم، الطب البديل ما راهوش لا ميدسين دوس. واش جاب لا دوس الحنانة للطب البديل؟ الطب البديل سي لا ميدسين ألترناتيف، والهدف تاع الطبيب هو، أنا عندي قبل كل شيء، ماشي عندي أنا مانيش، قبل كل شيء الوقاية من الأمراض واحدة. ثانيا العلاج يعني الآخر. احنا كيما نقولوا هنا قاعد نستنى يدخلوا ما قالوهاش في الكلية الطب في كندا، كاين تكوين أطباء في الطب البديل ولكن بمعايير علمية، حتى يكون طب تكميلي وليس طب بديل عن الطب الصحي. صحة تكميلي بديل مرافق صحة. ولكن لماذا ركزوا على المفهوم العام الأدوية؟ الأدوية واحد يجيبهم لي مخدومين علب ويشربهم أدر وتاقوش، ما من الدواء اللي ينبع وينخدم هذه؟ من بين هذا المشكل اللي أنا نتحدث عليه اليوم، هذا المشكل الدواء. الآخر حبي يدير لي دواء بالأعشاب، خاطشي أغلبية قريب 90% من هذا الآخر هما الأعشاب، يا إما يشربوهم يا إما يدهنوا بهم يا إما يبخروا بهم ولا مانيش عارف كيف. الآن ماشي نطلبوا هيئة، نطلبوا سياسة وطنية تطبيقية. أنا ما نحبش هذا الكلام وبرنامج وطني وكلش، تطبيقي. الكلية الطب الجزائرية لازم تتلائم نظرا لواش معمول به في الدول المتقدمة. كندا نروحوا نشيو من عنده دواء ونشيو من عنده الآخر، وفي نفس الوقت ما نتبعوش يعني التكوين تاع الأطباء. حقيقة كلية الطب في الجزائر التكوين، برنامج التكوين لازم إعادة النظر وين نركزوا خطورة الأدوية. وكما بديت الحصة، كل طب بديل ولا عشبة ولا حاجة مادة كيميائية راح تدخل في ذات الإنسان، حتكون سامة. بهذا دكتور مشكور على حضورك في العدد الثاني من ألو دكتور. نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله. بهذا مشاهدينا الكرام، إن شاء الله حنشوفوا لك دكتور. الله يعزك. نكون قد طوينا أوراق الصحية لنهار اليوم. لا تطوى الصحة أسمى، نبقى دائما في المتابعة إلى غاية ربما الأسبوع القادم إن شاء الله. ستكون هناك العديد من القضايا. شكرا جزيلا لك وأيضا للدكتور فتحي بن شنو. مشاهدينا نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة. نهاية برنامج المسائي والأخبار دائما متواصلة على زير نيوز. أمسية طيبة للجميع، إلى اللقاء. Gracias.